دكتور كده في البداية الجو الرياح الخمسين دي اللي جات لنا فجأة، يعني كل شوية تيجي وتختفي تيجي وتختفي، بس مريض الحساسية هو أكتر واحد حاسس بالموضوع ده وبيعاني. ليه بقى الأيام دي يعني نعمل إيه؟ ويا ترى ليه الأيام دي بالذات زيادة؟ يا ترى الحر الشديد قوي ده مع مريض الحساسية بيأثر عليه؟ طيب، هو في معاناة ذات شقين. المعاناة الأولانية إن إحنا في موسم تقلبات جوية ومريض الحساسية بالفعل. طب ايه خطورة فصل الربيع على مرضى الحساسية؟ حاجتين. الأول إن الموسم ده بيشهد انخفاضات وارتفاعات في الحرارة، احنا شايفين الجو بره سخن ازاي؟ من كام يوم كان الجو ساقع، بالليل بيبقى ساقع شوية، بالنهار سخن شوية، ده موسم عدوات تنفسية، بنقابل عدوات تنفسية جديدة جدا في الفترة دي، ما بين البرد والإنفلونزا وما بين كورونا اللي لسه ما انتهاش. العدوات التنفسية دي من أكبر مثير لمريض حساسية الأنف والصدر، بمعنى إن مريض حساسية الأنف مش بتحسس من اضطراب بس زي ناس متخيلة أو من حبوب اللقاح بس اللي منتشرة في فصل الربيع، مريض الحساسية أيضا يتحسس من العدوات التنفسية اللي بتنتشر بنسبة كبيرة جدا مع التقلبات الجوية. يبقى أول حاجة عدوات فيروسية تنتشر مع التقلبات الجوية. تاني حاجة موسم زي ما حضرتك قلتي موسم أتربة ورياح خمسين، طب خطورتها ايه على مريض الحساسيه؟ مريض الحساسيه تحسس بنسبه كبيره جدا من الاتربه والغبار وما ينقله التراب من ما يسمى حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي اللي بتنتشر في فصل الربيع البروتين او الذرات بتاعها زي غبار الطلع اكبر مهيج لمريض حساسيه الانف. بيعاني مريض حساسيه الانف في التوقيت ده من زياده في معدل سيلان الانف، الحكه الانفيه، العطس، الاكلاني اللي بيحصل في الحلق، سيلان سواء كان سيلان الامامي او سيلان الخلفي. عندنا مشكله الافرازات الخلفيه دي بتبقى اخطر من الافرازات الاماميه، خطورتها بتبقى على الاذن الوسطى، خطورتها على الرئه، حساسيه الانف يتحسس بعد ذلك من حساسيه الصدر، معاناه حساسيه الانف بعد كده تبقى معاناه مريض حساسيه الصدر، لان الانف هي مفتاح الصدر، اذا تحسس شخص من الانف بعد فتره يتحسس من الصدر. طب ده لو هو بقى في الاصل مريض حساسيه الصدر هيعاني ايضا من ازمات ربويه، ضيق في التنفس، زياده في الافرازات والكحه، وكل دي عوامل خطوره جديده جدا لمريض حساسيه الانف والصدر. طب هم دول بس اللي بيتحسسوا في هذا التوقيت؟ عندي ايضا مريض حساسيه العين هيدعك في عينه، عينيه احمرار. طب ده بس كذلك مريض الحساسيه الجلديه هيعاني من حكه جلديه مفرطه. أيوة صح. الارتكاريا بتنشط ايضا في هذا التوقيت اذا كان الشخص يتحسس بيئيا من مسبب بيئي، فوران، احساس الحكه الجلديه مع الحر والصيف بيزيد جدا، الاكزيما بتزيد جدا مع التعرق بنسبه كبيره جدا، تلاقي الشخص بيشعر بحكه جلديه مفرطه في الشمس او في الحر او في التقلبات الجويه. وتلاقيه كمان مفقفق كده يا دكتور، يعني من كتر الهرش تلاقيه طلع له بطش حمراء وحكه جلديه وفوران. يبقى عندي مريض حساسيه العين، مريض حساسيه الانف، مريض حساسيه الصدر، مريض الارتكاريا والاكزيما بيتحسس بنسبه كبيره في هذا التوقيت. طب الشخص بقى اللي عارف ان هو اوريدي داخل على الموسم دوت واخد الاحتياطات واخد البخاخات بتاعته واخد الادويه اللي فيها الماده اللي بتبقى مضاده للحساسيه ومظبط حاله، ويجي يقول لك انا برضو ببقى تعبان، انا برضو بيحصل سيلان في الانف، انا برضو، يا ترى بقى اكيد مش هو اللي يعالج نفسه، يعني يروح للطبيب وساعتها يقول له انا الموضوع زياده معايا، بيغيروا الادويه ولا بيحصل ايه بالظبط؟ طب ده لو هو بالفعل مظبط، لان احنا كلام العيان لما بيجي فعليا نساله انت مظبط ازاي؟ يقول لك خدت قرص حساسيه من اسبوع صح وباخد البخاخات كده كل يومين ثلاثه لما مناخيري تتزكم، وفاكر ان هو كده مظبط. مريض الحساسيه في هذا التوقيت مضاد هيستامين يومي يوميا قبل النوم هستمين. وممكن نلجا ان يبقى مرتين في اليوم في حاله ايه؟ شده الادوار، ممكن يبقى مرتين في اليوم، هيغسل مناخيره بماء البحر او محلول الملح ثلاث مرات في اليوم، ممكن يستخدم بخاخات اللي تحتوي على مضادات الالتهاب او المواد الكورتيزونيه بصوره مؤقته تحت اشراف طبي مرتين في اليوم. انا لو عملت كده وحصل تحكم في افرازات الانف بمضادات الهستامين وغسول الانف والبخاخات بنسبه كبيره جدا، مش هحس باعراض الزكام، اعراض الحكه الانفيه، اعراض العطس، وكذلك هقي كمان صدري من مشاكل الجيوب الانفيه لو انا مريض حساسيه. هتنزل بالظبط عشان هي كده كده الصدر بيتعب من الجيوب الانفيه، بتنزل المخاط دوت وهو ملوث على الصدر نفسه. بالفعل، ويتحسس الشخص بعد ذلك لو هو مش مريض حساسيه صدر بعد فتره من افرازات وزيادتها يتحول الى مريض حساسيه صدر. طب لو هو بقى مريض حساسيه انف وصدر، الافرازات دي في ساعتها هتدخله في ازمه، تلاقي الشخص مناخيره وصدره يقول لك انا اول ما مناخيري تتعب صدري بيقفل، بشعر بازمه، بضيق في التنفس، كرشه كده او شرقه. الشرقه دي يا دكتور بقت منتشره جدا لمريض الحساسيه وعايزين نعرف اسبابها، يا ترى المخاط اللي بينزل من ورا الانف ده حتى بتحصل مثلا وهو بيشرب ميه، ليه بقى؟
بيقول العيان تلاقيه يقول لك احسن حاجه واقفه في زوره، سببين، لا اما الانف زي ما حضرتك قلتي بتنزل لزوره وتنزل للحنجره وتعمل تهيج تلاقيه عايز يخرج حاجه في زوره، لا اما ارتجاع المريء والمعده، وده على فكره من احد اشهر اسباب الان لمريض حساسيه الانف والصدر، ان الارتجاع يعمل له نوع من الكحه في الحلق، نوع من الافرازات اللي هي الافرازات الحامضيه دي بتاثر على الجيوب الانفيه وكذلك بتاثر على صدره وتعمل له نوع من ضيق التنفس. العيان ده بنقول له لازم نظبط مراخيرنا ولازم نظبط كمان المعده لو في ارتجاع عشان نشعر بارتياح للصدر، لازم مراخيره تتظبط ولازم معدته تتظبط. الصدري بيحصل له نوع، لو هو مش مريض حساسيه صدر ممكن مراخيره تتعبه تعمل له ضيق في التنفس، وكذلك معدته، المعده كمان وارتجاع المعده ليه دور كبير جدا ان هو بيزود الضيق في التنفس، يزود الشرقه، يزود الكحه. يقول لك انا لما انام بالليل الاقي نفسي في كحه شديده وشرقه في زوري، ده ممكن يكون بسبب ارتجاع او زي ما حضرتك قلتي الجيب الانفي اللي بيسقط لورا. الاثنين دول لازم نفحصهم جيدا، نشوف هل سبب الشرقه الجيوب الانفيه والتسقيط الخلفي ولا ارتجاع المريء، وبنعالجهم الاثنين وبنسبه كبيره الشرقه دي بتروح. طيب بالنسبه بقى للمريض اللي هو عارف ان هو مريض حسيه وعارف ان هو عنده مشاكل في الجهاز الهضمي وما اخدش الدواعي بقى الاحتياطات ودخل في ازمات كبيره، يعني احنا بنشوف دلوقتي ساعات في ناس بتخش انها تاخد حاجات اكسجين علشان خاطر بس تقدر انها تتنفس. طيب يا ترى الاشخاص دي يا دكتور بقى بتبقى خلاص حتى تيجي تقول لك طب انا كده خلاص بقيت مريض يعني حسيه، يعني كده انا بقيت مريض مزمن، ولا لا ممكن بعد الازمه دي وبعد الجو وتغيرات الجو، وكمان يا دكتور الاخص التكييفات اللي كانت مركونه طول الشتاء ونيجي نشغلها بدون بقى تنظيف وبدون حاجات اي جايبه بقى كل حاجه معاها. طيب هو المريض ده قادر يتحكم في اعراضه وعامل احتياطات بيئيه ولا لا، او الاول نشوف هو ايه اللي وصله لازمه غير مستجيبه للادويه. بيعمل احتياطات ولا لا؟ طب بيشغل التكييف من غير ما ينضفه ولا لا؟ عنده حيوانات اليفه في البيت ولا لا؟ عنده سجاد ومكت في البيت، وعنده ما يسمى عتة الفراش اللي بتزود حساسيه الانف، بيعملوا حاجه اسمها معالجه بيئيه. بنعرف البيئه اللي حواليه، هو انا باخد العلاج ولا يزال بيجي لي ازمات، يبقى ممكن يكون في البيئه اللي حواليك مسبب ما انت ما انتش حاسس ان هو بيعمل لك مشكله وهو بالفعل بيعمل لك مشكله. عندك حيوانات اليفه في البيت، مربي حمام، مربي قطط، مربي كلاب، ساكن في مكان فيه بيئه زراعيه حواليك، عندك مواشي، عندك حيوانات اليفه، عندك بقر، عندك خرفان اللي هو في بيئه زراعيه. انت البيئه اللي حوالينا لازم نشوفها الاول، هل دي بتاثر فينا ولا لا؟ طب بنعرفها ازاي؟ بالتاريخ المرضي وكذلك باختبارات الحساسيه. لو انا عملت اختبارات الحساسيه وعرفت ان هناك مسبب مثلا في التكييف هو اللي بيزود الحساسيه، او انا عندي نوع من الظهور في المنزل اللي هي بشمها بتعمل لي القصه دي، او عندي قطه او كلب في البيت، او مربي حيوانات اليفه زي الحمام زي الناس بتربي فراخ وطيور او حمام، عرفنا عملنا المعالجه البيئيه وتخلصنا، نظفنا الشقه كويس، خدنا البخاخات، ارتدينا كمامه واحنا نازلين في ظل وجود تقلبات جويه، واخد بخاختي واخد علاجي وانا عامل كل التحكم البيئي وبرضه بيجي لي الازمه.